طيب نسمي الله كده بسم الله. لما نرجع تاني الكلام هنقول وانا عندي سيجنال اكس اوف ان ايكوال ان اي تو ذا باور 3 ان لا ان اي تو ذا باور 3 ان يونت ستيب يو اس اوف ان. اول حاجه هناخدها ايه زد كروس بتاع اليونت ستيب وابدا ابص ايه اللي تم. يعني انا ببص السيجنال كده اشوف او استنتج ايه اللي تم فيه. فانت عندك يونت ستيب مضروبه في ترم اي تو ذا باور 3 ان ده فده اللي هو السكيلنج. بعد كده ضربتها في ترم الان الترم الان ده اللي هيعمل لي عمليه الايه الديفرنشيشن صح كده. فاول حاجه خدت الزد ترانسفورم دي بعد كده ابلايد عليها عمليه الايه فريكوانسي شيفت وقلت كل زد هتتقسم على اي تو ذا باور 3. وبعد كده عندك لما دخلت الترم بتاع الان فالترم بتاع الان عمل ايه ديريفاتيف للزد ترانسفورم بتاع الجزء ده كده عامل زد ترانسفورم من ده يعني ده كله كده مع بعضه لانك انت جبت له الزد ترانسفورم وبتعمل له وضربته في ان فهيبقى نيجاتيف زد اوفر دي زد دي اوفر دي زد لاي زد اوفر الكلام ده. التفاضل عملناه ازاي؟ بتربع اللي تحت وبتقول تفاضل اللي فوق في اللي تحت تفاضل الزد بواحد في اللي تحت اللي هو زد ماينس الكلام ده ناقص تفاضل اللي تحت في اللي فوق. فالكلام ده طبعا الزد هتروح مع نيجاتيف زد مش هيفضل لك غير نيجاتيف اي 3 وعندك بره نيجاتيف زد فيضربوا في بعض هيبقى اي تو ذا باور 3 في الزد اوفر زد ماينس زد. طيب اديك دلوقتي ال هديك الزد ترانسفورم بتاع بي سكويرد ساين ان ده اللي هو بي سكويرد اي تو ذا باور جي ان اي تو ذا باور نيجاتيف جي ان على 2 جي. دي كده الاول انا عملت ايه؟ ساين ان كتبتها في الفورم دي خلاص كده؟ ده كده الاثبات بتاع الساين والكوساين ده كده يبقى الاثبات بتاع صوت الطبق. اخد الزد ترانسفورم ممكن اخرج ان 2 جي دي جنب دي؟ عشان بس هي انا اجهزها كده بحيث انك انت هتلاقي اي تو ذا باور جي ان ناقص اي تو ذا باور نيجاتيف جي ان. الزد ترانسفورم او الاكس اوف زد الزد ترانسفورم الكلام ده كله الاكس اوف ان دي سكوير على 2 جي. لو لاحظت هتلاقي ان اي تو ذا باور جي وإيه تو ذا باور نيجاتيف جي هي دي الكونستانت اللي مرفوعه لباور صح كده؟ فتبقى دي زد او زد ترانسفورم بتاع الترم ده اللي هو اي تو ذا باور جي ان ده يبقى ايه؟ زد اوفر زد ماينس اي تو ذا باور جي انت بتفترض ان هي مضروبه في اليونت ستيب. هو صاحبك بيقول لي هي مش المفروض تتضرب في اليونت ستيب؟ اقول لك اه مفروض عادي. ولو ما قالكش انت بتفترضها ان هي كده. يونت ستيب. لان انت بادئ من الصفر. ولو حط لك كونستانت لو كتب لك مثلا بلس 2 بس كده يبقى تقول يونت ستيب. يبقى زد اوفر زد ماينس اي تو ذا باور جي ناقص زد على زد ماينس اي تو ذا باور جي. ركز بس معايا كده يبقى بي سكوير على 2 جي. صوت يا باشمهندسين بعد اذنك. فوحد المقامات هيبقى زد ماينس اي تو ذا باور جي مضروب في زد نيجاتيف اي تو ذا باور نيجاتيف جي وهضرب ده هنا وده هنا هيبقى زد زد ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف جي نيجاتيف زد زد ماينس اي تو ذا باور جي. دي سكوير اوفر 2 جي افك الكلام ده يبقى زد سكوير ناقص زد في تصور نيجاتيف جي وافك الكلام ده يبقى نيجاتيف زد سكوير بلس زد في تصور جي على مين؟ على زد سكوير ده في ده زد سكوير وده في ده وده في ده هاخد النيجاتيف كومن فاكتور يبقى اي تصور جي زائد اي تصور نيجاتيف جي مضروب في زد وبعدين هضرب نيجاتيف في نيجاتيف دي بوستيف كام؟ بوستيف 1. ليه بوستيف 1؟ عشان اي تو ذا باور جي هتروح مع اي تو ذا باور نيجاتيف جي الباور هتتجمع تبقى صفر فيبقى بواحد. نيجاتيف مع نيجاتيف هيديك بوستيف.
لو جيت ركزت هتلاقي ده ايه؟ ده راح مع ده، واقدر اخد الزيت من هنا وما نفكه. اخد الزد من دي ومن دي كمان فكه، فيفضلوا لي اكس بار كام؟ اكس بار جي ناقص اكس بار نيجاتيف جي على زد سكوير. فكرت بقى في حاجه هنا، ساين ان هي اكس بار جي او مثلا ساين اي زاويه عشان نخليها جنرالايز الكلام. ساين اوميجا ان اكس بار جي اوميجا ان ناقص اكس بار جي اوميجا ان على من جي ساين اوميجا ان. الاوميجا بتكتب كده في الديسكريت بالمناسبه كنوتيشن، عايز تكتبها الاوميجا العاديه مش مشكله بس على الجي. لو ضربت دي من جي هيدي ايه؟ لو ضربت الساين في من جي يعني اذا من جي ساين الكلام ده بيساوي اكس بار جي من جي ان ناقص اكس بار اف نيجاتيف جي اف جي. كده تشتغل ايه؟ ضربت دي ال 2 جي دي الترم ده وهضرب الاثنين بتاع دي هنا هيبقى 2 كوساين اوميجا ان يساوي اكس بار جي اوميجا ان زائد اكس بار جي اوميجا ان. لاحظ بقى معايا الترم ده لو حطيت الاوميجا بواحد يبقى 2 جي ساين ان ايكوال اكس بار ان جي ان ماينس اكس بار نيجاتيف جي ان اللي هو فين؟ اللي هو هنا اصلا صح؟ يعني لو ال دي اصلا مش موجوده او الترم ده مش موجود، يعني لو حطيت ال بواحد بقى وحط لنا يعني حط لنا ده بواحد هيبقى ايه عندك؟ يبقى الترم ده بواحد والترم ده بواحد صح؟ يعني الاوميجا ان دي لو اتحطت بواحد هيبقى عندك ال اي تو ذا باور جي ماينس اي تو ذا باور جي ده هتلاقيه عندك بكام؟ هيصبح عندك زد اوفر زد سكوير نيجاتيف. الترم ده هشيله واحط ايه؟ اكس بار جي زائد اكس بار نيجاتيف جي. لو حطيت الاوميجا ان بواحد يبقى يديك سالب 2 زائد كام؟ زائد 1 زد نص الوقت. اخر حاجه هتلاقي ال 2 جي دي راحت مع مين؟ مع ال 2 جي من هنا وتفضل لك دي سكوير زد ساين 1 على زد سكوير ناقص 2 زائد 1 مضروب في الزد بلس 1. لو جيت لاحظت حاجه هتلاقي ان الترم ده كده هو ده صح اللي احنا سايبينه زد ساين كام؟ نيجاتيف اوفر زد سكوير اوفر 2 زائد نيجاتيف زد بلس 1. بالنسبة لك ال K هي زيها زي الام يعني كرمز يعني. فأنت لو جيت بصيت هنا هتلاقي دي ساين كام؟ ساين ام يعني ساين كام؟ ساين K. فالأوميجا T كأنها بكام؟ حد بواحد صح كده؟ يعني الساين بي دي والساين بي هي الساين بي دي. طب فكانك انت جنب ال بي المفروض يكون فوق ال بي دي كلها بكام؟ بواحد. اذا الاوميجا تي دي بواحد يبقى انت عندك ساين واحد اهي زد ساين واحد على زد سكوير ماينس 2 كوساين 1 اوميجا تي دي بواحد هو في الزد زائد الواحد. دي اثبات الساين، اثبت لك الكوساين كمان. امسح الكلام ده. امسح الكلام ده كله.
A كوزين أوميجا N. تعالى نسبة الزد ترانسفورم بتاعتي بس الأول قبل ما نثبتها أحولها لإيه؟ الأولر فورم اللي إحنا بنقول عليها E to the power J أوميجا N بلس E to the power نيجاتيف J أوميجا N على كام؟ على 2. أخذ الاثنين بره ونفكر يبقى إيه أوميجا N أوفر 2 J أوميجا N. الاكس والزد الكلام ده ايه بزوار جي اوميجا ان هتبقى بكام؟ زد على زد ماينس ايه بزوار خلي بالك بقى ايه بزوار جي اوميجا صح؟ بلس زد على زد ماينس ايه بزوار نيجاتيف جي اوميجا واحد المقامات تضرب ده بده زد في زد ماينس اي بزوار نيجاتيف جي ان جي اوميجا اسف بلس زد زد ماينس على ضرب ده بده ده لو ضربت ده 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 بعدين ضربت ده كده هتفك الكلام كله زد في زد زد سكوير وده في ده هيبقى نيجاتيف زد بزوار نيجاتيف جي اوميجا بلس زد سكوير في مين؟ زد في الترم ده هيبقى نيجاتيف زد اي بزوار جي اوميجا على زد سكوير. خلي بالك ان الترم ده زي اللي فات هو هو زد سكوير ناقص اي بزوار جي اوميجا بلس اي بزوار نيجاتيف جي اوميجا مضروبين في الزد زائد كام؟ زائد الواحد. زد سكوير زائد زد سكوير كده 2 زد زد سكوير ونيجاتيف زد مع نيجاتيف زد وهيبقى الكوفيش هاخد نيجاتيف زد كومان فاكتور وهيبقى عندي ايه بزوار نيجاتيف جي اوميجا زائد ايه بزوار جي اوميجا على زد سكوير ماينس ايه بزوار جي اوميجا بلس ايه بزوار نيجاتيف جي اوميجا زد بلس واحد. الترم ده اللي هو مين؟ 2 كوزاين صح؟ الترم ده اللي هو مين؟ 2 كوزاين برضه. يبقى انا عندي ايه اوفر ايه؟ 2 زد تربيع ناقص والترم ده هشيله احط 2 كوزاين مين بقى؟ كوزاين اوميجا صح كده؟ مضروب في مين؟ مضروب في الزد. خليني احط الزد في الاول كده. يعني نيجاتيف زد و2 كوزاين اوميجا على زد سكوير ناقص الكلام ده بكام؟ 2 كوزاين اوميجا مضروب في الزد زائد 1. من هنا هاخد ال 2 زد كومن فاكتور. فلو خدت ال 2 زد كومن فاكتور ايه اللي هيبقى لك؟ فضل لك زد ناقص كوزاين اوميجا صح كده؟ يبقى ده كده اهو الاثنين هتروح مع الاثنين اللي هنا ويتفضل لك ايه؟ هتروح زد زد ماينس زاين اوميجا على زد سكوير ماينس زاين اوميجا. شوف ده شوف ده نعم زد جنب زد جنب الكوزاين ركز على الترم ده والترم ده زي نفس الايه؟ نفس الاكسبريشن طب دي بقى مسائل تاني
عايز احل معاك كام حاجه. انا همسح القصه دي تمام. ركز في الكلام اللي جاي ده عشان هيبقى مهم برضه. برضه السكيشن مهمة جدا يعني. كنت أتمنى إن الناس تحضر. ولو حضر يعني هيكون إيه حسن. المسألة دي إحنا كنا لسه واخدينها من شوية وقلنا إن الزد ترانسفورم بتاعها كان كده. ايدو زوار 3 مضروب في الزد على زد ماينس ايدو زوار 3 سكوير. لو جيت قلت لك انت عندك اتش في ال ايكوال ان ماينس 1 ايدو زوار 3 في ان ماينس 1 يو اس في ان ماينس 1 ايه اللي حصل عندك هنا؟ شفت دي مساله يعني دي كانت مساله ودي مساله ثانيه. فانت لو عايز تتخيلها ممكن اقول ان دي مثلا اقول ليت الواي في ان هي ان اكس هو كام؟ 3 ان. انا افترضت ان السيجنال بتاعتي كده اصلا وانت عامل دي ايه؟ شيفتنج من ده الواي في ان الواي في زد بتاعتها انت لسه قايل عليها هنا صح؟ فلو احنا هنتكلم نظري ان اكس في ان هي عباره عن ايه؟ واي في ان ناقص واحد. لو اخد الزد ترانسفورم دي واخد الزد ترانسفورم بتاع دي يبقى دي اكس اوف زد بتساوي مين؟ دي واي اوف ان ماينس واحد. تعالى بقى نرجع للشيفت اكس اوف تي ماينس ان. انت الان كانك ده واحد فتبقى زد بزبار كام؟ نيجاتيف 1 اكس وزد. المفروض ان انت يكون عندك زي ما اتفقنا الترماتيك انيشال كونديشنز بس انت مش هتاخدها عشان بالظبط كده. فالواي اوف ان ماينس 1 دي هقدر اقول ان هي عباره عن مين؟ زد ماينس 1 في الواي اوف زد. طب وهي فين الواي اوف زد؟ اهي لمجرد ان انا هضرب كده زد ماينس 1 في زد واي زد دي فده هيروح مع مين؟ هيروح مع الزد يفضل لك اكس واي 3 على زد ماينس اكس واي 3 بس كده. اللي جايه دي اهم واهم اللي جايه دي اهم ودي اهم. لو جينا قلنا ايه هي اكس اوف ان نفس الكلام ان اي تو ذا باور 3 ان يو اس اوف ان ماينس 1 وهات لي زد ترانسفورم حاجه زي كده. في تفكيرين ممكن تعمله. ممكن تفترض ان انت دي ايه توصلها لي بالشكل اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. يعني تحط هنا ان ماينس 1 وهنا ايه؟ ان ماينس 1 بس هتضيف ترم الحاجات اللي انت عملتها هتضيفها وتعمل الزد الزد بتاعتك وتشتغل. بس في حاجه احسن وحاجه اسهل. ركز بقى معايا في الكلام النقطه اللي جايين دي. اليونت ستيب يو اس اوف ان ماينس 1 دي تريكس كده معاك. تبدا من كام دي؟ من واحد. هبدا من واحد. مش انا اقدر اقول على دي انها عباره عن يو اس ان عاديه خالص ناقص دلتا اوف ان عندك ترين اوف بلس شلت منه اول بلسايه فضل لك ايه؟ يو اس ان ناقص دلتا اوف ان مفيهاش مشكله. يعني انت شلت البطسه اللي هنا. طب لو كانت ان ماينس 2
يو اس ان ماينس 2 هو كام؟ يو اس ان ماس دلتا ان ماس ماس 1 صح؟ دلتا ان ماس 1. طب ليه انت عملت كده؟ عشان دي هتسهل عليا حل دي. تعالى كده نشوف اهو. في كده قاعده في انتوا عارفينها في في الديسكريت او في لما اي حاجه تتضرب لو اكس اوف ان ضربت كده قاعده دلتا اوف ان ناقص مثلا اي تربيل مثلا ده اللي يساوي فرد الفانكشن عند مين؟ عند ال مضروبه في دلتا اوف ان ناقص ال. طب الكلام ده انت جبته منين؟ تعالوا نشوف مع بعض. عشان هي مش اكس اوف ال كده وخلاص، دي كده انت اعتبرتها لي كونستنت. لكن انا لازم اقول ان هي اكس اوف ال وعند وهي بلساي. يعني اكس اوف ال لوحدها بتفهم بالظبط كده، بتفهم ان هي في يونت ستيب. لان ده قيمه، ده فاليو. انت كده عوضت، ده فاليو. مش فاليو. فانت لو سبتها لي كده من غير دي بتقول لي ان دي اعمل لها تعميم على كل الايه؟ على كل الدومين. لكن لازم اقول له ان دي موجوده فين؟ عند البلساي ذات نفسها بتاعت الاوليه شيفت البلس. عايزين ناكد الكلام ده، تعالوا نشوف مع بعض. لو انا جبت لك كده مثلا سيجنال، انا هسيبها كونتينيوس يعني. سيجنال دي اكس اوف تي وجيت انت خدت بلساي عند دلتا اوف تي مثلا ناقص ال ده كام؟ هي فرد الفانكشن كام عند النقطة دي؟ هو الزمن ده أصلا كام؟ ال صح؟ فأنت كأنك بتقول إيه؟ اضرب لي الفانكشن دي في كل ده. فالفانكشن بص كده معايا دي الفانكشن بتاعتها الأصلية. الدلتا أوف تي ماينس ال دي اللي هي فين؟ موجودة كده صح؟ عند الزمن ال. تخيل بتضرب الفانكشن دي كلها في دلتا. الدلتا اي حاجه هنا بصفر واي حاجه بعديها صفر. يعني النقطه دي هنتخيل كده ان الفانكشن اصفر، لو ضربت النقطه دي بصفر صفر والنقطه دي بصفر صفر اند سو اون لغايه لما تيجي عند انهي نقطه؟ النقطه دي اللي هي عند مين؟ عند الزمن ال. النقطه اللي عند الزمن ال اللي هي اكس وكده هي الوحيده اللي هتقدر تضرب في مين؟ في الدلتا بتاعتك. والباقي هيبقى بالصفر صح كده؟ يعني انت ما خدتش غير بلصايه عند فين؟ بلصايه عند المكان ده ومعمول لها امبليفيكيشن او معمول لها يعني سكيلنج بمقدار الايه؟ بمقدار الاكس وكده بتاعتك. فهي دي هي دي معنى الكلام. انا لو عندي ديسكريت سيجنال حتى اي ديسكريت سيجنال ضربتها في دلتا وفي ال ناقص ال هيديك نقطة السيجنال عند مين؟ عند اللحظة ايه اللي مضروبة في نفس اللحظة. لو عايز تتكلم فيها كمفهوم سليم هي نفس الكلام. أي سيجنال كده ونفترض دي مثلا دي السيجنال الأصلية الإكس أوف إل وأنا عندي دلتا هنا. عندي دلتا مثلا دي ال اهي. عندي دلتا عند المكان ده. فلما تضرب الباصات دي كلها في الدلتا أوف إل اللي هي هنا دي هتعمل لك ايه؟ هتموت لك كل ده ومش هتاخد غير مين؟ البلصايه اللي هنا بس. اللي هي قيمه الفانكشن عند الزمن ايه؟ اللي هي اكس اوف ال مضروبه في الكلام ده. انا حبيت بس اشرح الحته دي عشان مهمه ومهمه جدا كمان. امسح؟ معلش احنا النهارده مطولين مع بعض شويه. احنا ممكن نغير المكان. ايه؟ هنكمل بس لغايه هنعدي البريك مع بعض وهنروح مكان تاني ان شاء الله. خلاص؟ خدكم في حته في ميكانيكا. انتوا عندكم شغل؟ عندكم حاجه ثالثه؟ عندكم حاجه ثالثه؟ زمايلكم صوروا لكم. Thank you.
صح؟ المهم ان السكاشن بتصور يعني عايز بس حد ياخد الكلام ده عشان الناس ما مش قادره. فمعلش هنرجع تاني للكلام هنا. يوسف ان وين صح ده هتبقى ايه؟ يوسف ان ناقص دلتا وفين زي ما اتفقنا. هتضرب الترم ده على ده ناقص الترم ده في مين؟ في الدلتا وفين؟ الترم ده بكام؟ المفروض ان دي بالنسبه لك انها هي اكس اوف ان ودي دلتا اوف ان ناقص المفروض شيفت بس ناقص الشيفت بتاعك كام هنا الشيفت؟ مقدار زيرو. فانت المفروض تتعوض بالزيرو ده في قيمه الفانكشن فهتعوض منها هنا بقيمه كام؟ صفر. فلما هتعوض بصفر هتطلع معاك دي كلها بزيرو. فالاكس اوف زد بتاعك كانك بتجيب الزد ترصه منين؟ من الترم ده اللي انت لسه جايبه من شويه. اللي احنا لسه كنا قايلين عليه من شويه في اول مساله خالص. خلاص كده يا شباب؟ فالحاجات دي ركز عليها. واحد تاني ممكن يفكر فيها بالطريقه دي. ركز معايا الله يكرمك. ال ان دي هشيلها واحط مكانها ان ماينس 1. بس ده ضفت ماينس 1 هتضيف بلس 1. فهخليها كده الاول. ان تو باور 3 ان ماينس 1 هو البراكت يو اوف اس ان ماينس 1. انت ضفت سالب 1 ومضروب في كام مره؟ في 3. يبقى انت لازم تضيف مين؟ اي اس 3 هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتضيف لنا في الان دي ماينس 1 وزائد 1. فانا هخلي الماينس 1 هنا والزائد 1 هيبقى زائد مين؟ زائد الترمات دي كلها لانها تتضرب فيها فهتبقى او اللي في ناس بقى بتعملها ستيب باي ستيب ان ماينس 1 بلس 1 ويبدا يفك براحتك. تمام؟ فانت لو عملت القصه دي هتطلع معاك حاجه كده. بص خليك شوال دي انت لسه جايبها يعني دي الزد ترانسفورم بتاعها اللي انت لسه قايله اللي هو ايه بزبط 3 او زد او على زد ماينس 6 زبط 3 سكوير. طب والترم ده؟ الترم ده في كذا حاجه بقى ركز معايا. الترم ده اصلا فيه اي بزبط رقم لان صح؟ يعني انت لو رجعت الاصل من غير الشيفتنج فالاول ستيب خالص هتبقى زد على زد ماينس صح كده؟ اي 3 دي اول ستيب. تاني ستيب دي اللي هي بتاعت مين اصلا؟ بتاعت ده كده مظبوط؟ يعني هعمل اول خاصيه خاصيه السكيل اللي احنا قلنا عليها فوق ايه؟ وبعد ما عملت خاصيه السكيلنج هضيف خاصيه مين؟ الشيفتنج تايم شيفتنج. فالتايم شيفت يعني انت هتنقص من كل ان واحد يبقى انت لما تيجي تعمل لها انفرس هتبقى زد في زبار نيجاتيف 1 في الكلام ده صح كده؟ زد ماينس 1 هتوقع مين؟ مع زد اتفضل لك زد ماينس 3 يعني اقول بلس الكلام ده بلس 3 بلس 1 على زد ماينس 3 نعم؟ تمام. وفي ايه زبار في ماينس ده كونستنت مره صح؟ صح كده؟ هتوحد المقامات. يعني ايه واحد المقام؟ طبعا ده اللي هو نتيجه الهنا. واحد المقام تضرب لنا الترم ده في مين؟ نفس الحاجه. فلما تعمل كده تبقى لك هنا مره كده. تلاقيه في زوار 3 على زد ماينس اي تو ذا باور 3 سكوير واي تو ذا باور 3 هتضرب في جنب في واحده زد ماينس اي 3 يعني بلس اي 3 في زد ماينس اي 3
8 is log CZ. Minus log CZ. ده خرجه بره زي دي خالص. ايه؟ مونتاج بقى. ممكن تكون بس في حاجه في التلفزيون. بس المفروض ان هي توصل لك نفس دي. نفس النتيجه اللي فوق دي. ليه خليناها بزيرو؟ دي ايه؟ ال في زواج ال المفروض في دلتا في ان ناقص كام؟ تخيلها كده. انت بتعوض بالشكل ده هنا، مش احنا قلنا لو ان ماينس ال فبعوض في الفانكشن نفسها بال، مين ال بتاعتها؟ صفر. فدي قيمتها بكام؟ صفر. يبقى كانك اي صفر في دلتا في ان. خلاص كده؟ فهي مش فارقه معاك اصلا. يعني من الاخر عايز اقوله لك ان الفانكشن دي اصلا هي 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 دي بالظبط. اقعد اقصد شويه. مين بيبدا يكلمك على ايه بقى؟ بيبدا يكلمك على كونتينوس سيجنال. احنا كنا قبل كده حللنا ديسكريت دايركت. انت كانت عندك ديسكريت سيجنال وديسكريت من دايركت وبتروح بيها على ايه؟ على الزيرو. المره دي بقى نديك شويه سيجنالز كونتينوس ونقول لك ايه هات ايه؟ اكس وفي طالب منك تجيب الزيرو تبقى حاجه زي كده. اول خطوه انت حضرتك هتعملها انك انت بتعمل عليه ديسكريتايزيشن هتبقى اكس سكوير بي ايكوال اي دي هتشيلها تحط مكانها كي تي يعني اكس سكوير بي اللي هي كي تي ولان الكي ده حاجه زي ما اتفقنا قلنا عليها السامبلنج اندكس السامبلنج اندكس والكي تي هي السامبلنج اكس اوف تي ايكوال ايه بقى؟ شيل كل دي نحط مكانها كي تي فتبقى كي تي سكوير يو كي تي ناخد سكويرين من الكلام ده يبقى كي سكوير تي سكوير يو كي تي وزي ما اتفقنا ان تي سكوير دي تقدر تعتبرها كونستنت هي خطوه زياده بس مجرد ان انا بكتبها كده اهو عشان بس اكتب ايه ده كانه زي كونستنت مضروب في تي سكوير يو كي اوف تي اتفضل اتفقنا اتفاق من شويه ان انا عايز اجيب الزد ترانسفورم كي مضروب في اي فانكشن بتعمل ايه؟ بتعمل ديفرنشيشن صح كده؟ فانا الاول هكونسيدر الزد ترانسفورم بتاع يو كي زي ما اتفقنا اليو كي اوف تي الاول حاجه لوحدها دي اللي هي كذا زد على زد ماينس 1 وكنت كاتب لك الزد ترانسفورم بتاع دي على فكره دايركت من غير ما تروح تحسب كتير يعني قلت لك ان هي زد على زد ماينس 1 سكوير واللي هي اصلا جايه منين يعني في اصل الكلام؟ نيجاتيف زد دي اوفر دي زد يمين زد على زد ماينس 1 اللي هي بتاعت دي صح كده؟ ودي اللي هتطلع معاك على طول دايركت زد على زد ماينس 1 سكوير يعني ايه دايركت؟ يعني انا كنت مديها لك از فورم عايز تحفظها احفظها من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليك على طول كده انت جبت الزد ترانسفورم للسيجنال دي لسه مضروب فيها كمان كي لو ضربت فيها كمان كي يعني كانك بتقول كي
ملتبلاي باي السيجما دي. فهتاخد الديريفاتيف بتاع مين؟ بتاع 10 نيجاتيف زد دي اوفر دي زد زد على زد ماينس 1 سكوير. خلاص كده؟ تعالى نعمل الديريفاتيف ده على جنب. هيبقى نيجاتيف زد اخد اللي تحت سكوير هيبقى زد ماينس 1 ظباط 4 واللي فوق هو زد هتكون ايه؟ الدريفتيف بتاع 1 مضروبه في زد ماينس 1 سكوير ناقص 2 زد 2 في زد ماينس 1 في الزد ذات نفسها. مظبوط كده؟ يبقى انا عملت ايه؟ خدت الدريفتيف اللي فوق اللي تحت ناقص الدريفتيف اللي تحت اللي هو 2 زد ماينس 1 في اللي فوق اللي هو مين؟ اللي هو الزد. تطلع في الحس بتاع زد ناقص 1 فكده صح؟ ايوه خلينا نمشي مع بعض. افك الترم ده يبقى عندي زد سكوير ناقص 2 زد زائد 1 والترم ده هيبقى نيجاتيف 2 زد سكوير نيجاتيف في زد نيجاتيف يبقى بلس 2 زد. هتلاحظ ان ده راح مع مين؟ راح مع ده نيجاتيف 2 زد سكوير مع زد سكوير يبقى نيجاتيف زد سكوير وهنا زائد كام؟ زائد 1. في نيجاتيف بره فممكن اخلي النيجاتيف اللي بره تشيل الساينز اللي هنا هتبقى هنا زد سكوير ناقص 1 في مين؟ في زد على زد ماينس 1 ظباط 4. خلاص كده؟ بقدر اعمل له فرزر اناليسيس فيبقى زد في زد ماينس 1 زد ماينس 1 انا زد من اسمها زوار فور خلي واحده من هنا تروح واحده من هنا يفضل لك زد 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 واحد على زد ماينس واحد داخل غلط. اقول لك ليه غلط؟ حاجه بسيطه جدا ما تنساش تضيف لنا مين؟ الجسم. انا كتبت دي هنا وكان دي اهي فالمفروض اضيف بقى مين عشان الكلام يكمل؟ التي سكوير دي فاكتب التي سكوير هنا ده كونستنت كونستنت بعد ما تخلص خالص ارزعه في ارزعه في مسألة القطعة دي. خلاص كده؟ يبقى ده ما يخضكش حتة الديسكريتيزيشن ده ما يخضكش عادي جدا تشتغل ديسكريت بس هو مجرد ان تظهر معاك التمام بتاعت مين؟ اللي هي كونستنت بتاعت السامبلنج دي. في اي مشاكل في الكلام ده؟ تشيل بسرعة فيه؟ ها؟ طيب نشرح حاجة كمان؟ 2 جنيه امسح ده؟ اذنكم الصوت انا استاذنكم في حاجه مش عايزين صوت عشان في فيديو بتسجل زمايلكم ولو في اسئله نخليه في اخر ايه؟ في اخر السكشن. x of t equal e to the power at. أول خطوة discretization. يبقى دي تبقى إيه؟ k k capital T u k of t. هظبط شكل المسألة خليها إيه؟ خلي الكي لوحدها. فتبقى إيه؟ e to the power at مرفوعة لباور k k u k of t. طب ليه انا عملتها بالمنظر ده؟ عشان يظهر لي كونستنت اللي هو انا هعمل فيه طيب سين. فهات لي اللابلاس بتاع الاكس ستار اللي هو اصلا كانه ايه؟ كانه زد ترانسفورم بتاع الاكس كيو تي. لو هتاخد الزد ترانسفورم في حاجه زي كده تعمل ايه؟ اول خطوه خلينا كده نتكلم مع بعض برضه اليو كيو تي ستارت من اليونت ستيب. ايوه زد اوفر زد ماينس 1 وبعد كده دفتر الترم ده عشان هو بيقول لك استخدم البروبرتيز يعني فانت لازم تعمل له ايه؟ انت استخدمت وتقول له اسم البروبرتي يا ريت لو انت ايه؟ دي اللي هي فريكونسي هتبقى زد على ايه صغار اي تي على زد على اي زوار اي تي و
ماينس واحد اضرب فوق تحت في سيتي ما عنديش مشكله انك تحفظ دي برضه بس لو قال لك استخدم البروبرتيز لازم تعمل له خطوات كده بس كده عشان تفهمه انت عملت ايه انت جبت دي منين اوريدي استنتجت دي منين انك انت بتشيل كل زد وتحط عليها اللي هي زد ماينر اوفر النمبر من هنا فدي برضه حاجه الحاجه الثانيه حل معاك مساله ثانيه امسح الكلام ده وانا بشتغل بسرعه شويه ولا بتمسك كويس بحاول بقدر المستطاع اديك قوة بقدر المستطاع. x of t equal زون اوميجا t u of t first step discretization زون اوميجا k t u dt معلش هنسمي دي كوزاين واخلي الـ t على جنب كده لوحدها واكتبها اوميجا كده. مين الاوميجا دي؟ الاوميجا تابتة t. خلي بالك ان دي بس كونستنت والاوميجا دي هي اللي الامبلر فريكونسي بتاعك عالي جدا ودي ليها السامبلنج انترفال صح كده؟ فتبقى اوميجا كي تي في اللي يو في ده انت عارف الزد ترانسفور بتاعه على طول دي كنا لسه قايلينها في السكشن اللي هي زد زد ماينس اوميجا وزاين الاوميجا على زد سكوير ماينس 2 زد كوزاين الاوميجا زائد 1 والاستنتاج بتاعها برضه قلناه مره ايه؟ حضر الفرقه لازم اكتبه لا انت كده لو انت يعني لو قال لك استنتجها هتستنتجها هو ايه الغرض ان هو يقول لي خليهم يستنتجوها استنتجها هو جاب لي كده اكتبها له كده فورمولا على طول ولا لازم مشكله احط لا عادي نعم هو جابها لي كده اضرب على طول اشتغل على طول لو هي اشتغل على طول لو قالك استخدم البروبرتيز ترجع تحول لنا دي مين؟ دي دوز الار جي اوميجا صح؟ جي اوميجا كي بلس دي دوز الار نيجاتيف جي اوميجا كي على الاثنين وكأن من جي اي تو ذا باور جي اوميجا اي تو ذا باور نيجاتيف جي اوميجا مرفوعين لمين؟ كونستانتس مرفوع على الباور ايه يبقى انت لو هتطبق البروبرتي بتاعتي على الزد الكلام ده كنت لسه قايل اخد الواحد على الاثنين ده بره والزد بتاع ده هو ايه؟ زد على زد اي تو ذا باور جي اوميجا دايما زد على زد ماينس الترم ده خلاص يعني الترم ده اللي هو مرفوع على الباور كده وانت اصلا بتقسم ان ده كله موجود في مين اساسا؟ عشان انت الناس لو لقيت حاجه مضروبه في الناس السبت حتى لو هو ما قالكش او حتى لو هو ما قالكش تفترض اي حاجه يعني لو قال لي ترم كونستنت كده تفترض ان هو ايه؟ مضروب في الناس السبت طبعا زائد الترم الثاني اللي هي زد على زد ماينس اي تو باور نيجاتيف جي او تضرب لنا ده في ده تضرب لنا ده في ده هيبقى عندك هاف هضرب ده في ده يبقى زد سكوير ماينس زد اي تو ذا باور نيجاتيف جي اوميجا وهضرب ده في ده هيبقى بلس زد سكوير نيجاتيف زد اي تو ذا باور جي اوميجا على مين؟ على الاثنين دول مضروبين في بعض طبعا الاثنين دول مضروبين في بعض هعملها على طول الفكه بتاعتها زد سكوير ماينس اي تو ذا باور جي اوميجا بلس اي تو ذا باور نيجاتيف جي اوميجا مضروبه في الزد بلس واحد تجمع زد سكوير مع زد سكوير وهتاخد نيجاتيف زد من هنا مع نيجاتيف زد من هنا كمان فاكتور ونكمل هنا انا عارف ان انا عايز الجزء ده عشان لو ما ظهرش في الجزء الاولاني كويس يظهر هنا واحد على الاثنين زد سكوير زائد زد سكوير بكام؟ اثنين زد سكوير واخد نيجاتيف زد ونيجاتيف زد من هنا كمان فاكتور يبقى انا عندي اي تو ذا باور كام؟ جي اوميجا بلس اي تو ذا باور نيجاتيف جي اوميجا الكلام ده كله مقسوم على زد سكوير طيب السؤال دلوقتي احنا كنا قايلين من شويه كده ان اي تو جي اوميجا ناقص اي نيجاتيف اي تو نيجاتيف جي اوميجا دي اللي هي كام؟ 2 جي ساين اوميجا
وإي تو ذا باور جي أوميجا بلس إي تو ذا باور نيجاتيف جي أوميجا هي مين كوزاين أوميجا. بس دي اللي هي أويلر فورم، وبعدين حاجة اسمها أويلر فورم اللي هو كان بيقول لك إي تو ذا باور جي سيتا كوزاين السيتا زائد جي ساين السيتا بتاعتك. فالترم ده هتشيله تحط مين كوزاين أوميجا، والترم ده هتشيله تحط كام؟ مين كوزاين أوميجا. اثنين كوزاين اوميجا في زد واثنين زد سكوير، مين اللي هيروح في هنا اثنين؟ فده كله هيروح مع الاثنين دي مع بعض صح؟ وهيتفضل لك ايه بقى؟ زد سكوير ماينس زد في كوزاين اوميجا، فانا هاخد واحده منهم كل ما انفكتور، هاخد واحده من الزد دول كل ما انفكتور، فيتفضل لي زد بره وزد ماينس كوزاين اوميجا على زد سكوير ناقص اثنين كوزاين اوميجا في الزد زائد كام؟ زائد ده الاستبدال بتاع الكوزاين. هتعمل بتاع السايت بنفس الاسلوب واحنا كنا قايلينه برضه. ده لو قال لك استبدال كمان كان بيسال. X of t equal t sine omega t e to the power of a t unit step. مسألة زي كده ما تاخدهاش مرة واحدة. الأول قطعها يلا سكنتايز. K t sine كان ليه omega t t omega t في k بس عشان أظهر ما هي omega t هي k t هي t k. وطبعا عندي total exponential اللي هو ايه؟ ايه؟ برضه هخليه t to the power k. عندك مشكله؟ مش اشتغلتها على طول يعني. t عشان احط kt وبعد كده خلي t لوحدها. t لوحدها. ut. اسئله زي دي بتبص لها من جوه لبره. زي ما اتفقنا هنبدا بمين؟ من ستيب. الزد ترانسفورم بتاع ده. طرف صح خلاص نحط الزمان او بلاش ده على طول. اقول لك تعمل ايه؟ ممكن نفك الصاير. لو انا خدت ده واحد بيقول لي ممكن افك الصاير، ده تفكير. التفكير التاني لو انا خدت ده الاول مع ده مش هعرف استخدم ده على طول. بقول لك تعمل ايه؟ نفك الصاير. خد الصاير مع الويل ستيب اللي انت حافظها، يعني الساين اوميجا تي كي كل زد، هتلاقي دي الزد ترانسفورم بتاع مين؟ ودي هتطبق انهي بروبرتي؟ السكيلنج. السكيلنج ودي هتطبق لها انهي بروبرتي؟ ديفرنشيشن. ديفرنشيشن. يبقى انت هتجيب لي زد ساين اوميجا، وانا هخلي الاوميجا دي هي مين؟ هي الترم ده كله اللي هي الاوميجا تي على زد سكوير ناقص 2 زد كوزاين اوميجا بلس كام؟ بلس 1. عظيم. انا كانت تاخد الايفكت بتاع مين؟ بتاع السكيل اللي هو الشيفت ده كده هتروح في السيجنال دي كده. يبقى ده كانك هتعمل ايه؟ وليكن دي بالنسبه لك هي اكس اوف زد. بلاش اكس اوف زد. خلي نسمي دي مثلا واي اوف زد. الواي اوف كيك بتاعتك. فدي هي مين؟ فدي هي الواي. دي هي الواي اوف زد يا شباب تمام؟ ضربت الواي اوف كي دي في الترم ده يبقى هتعمل ايه في الواي اوف زد؟ الواي اوف زد اوفر الترم ده اللي هو اي تي تي. انا سميت دي بقول له انا سميت دي كده اللي هي واي اوف كي ودي هي مين؟ طبعا دي الواي اوف زد بتاعتي. طب انت ضفت مين بروبرتي؟ شفت مين بروبرتي؟ فدي هتديك مين؟ واي اوف زد اوفر اي تو ذا باور تي تي. يعني معناه ايه الكلام ده؟ شيل كل زد من هنا وحط مكانها زد على الكلام ده. زد اوفر اي تو ذا باور تي تي ساين اوميجا هنا z
زد على اوفر اي بزرار اي تي سكويرد ناقص 2 زد على اي بزرار اي تي زين كم؟ زين ميجا بلس 1 اضرب فوق تحت في ايه؟ اي بزرار اي تي سكويرد عشان انت تضيع اللي هنا اكبر واحده هنا صح؟ فلما تعمل كده الترم ده هيبقى كام؟ زد اي تو ذا باور اي تي ساين اوميجا تي ساين الاوميجا يعني بتاعتك خليها اوميجا كده وتحت هيبقى زد سكويرد ناقص 2 والترم ده لما يتضرب في التربيع ده يتفضل منه واحد صح؟ يبقى 2 اي تو ذا باور اي تي وزايد تبقى اوميجا مضروبه في مين؟ الزد بلس 1 مش بلس 1 بقى بلس كام؟ اي بزرار تي سي من تي سمينا الفانكشن دي كانت يعني انت عايز تشتغل صح سمي دي كده اي حاجه سميها مثلا ار مثلا سمي دي واي 1 في كيو سمينا دي ايه؟ دي اللي هي كانت واي 2 في كي اصبحت واي 2 في كام؟ واي 2 في زد بتساوي واي 1 في كي اس واي 1 في زد اوفر بتطلعش على اخر الزمن خلاص يبقى الترم ده احنا اتفقنا انك انت هتسمي السيجنالز المسميات عادي من عندك انت يعني عشان بس توضحهم بتاع ممكن دي واي 1 في كي اصبحت واي 1 في زد طيب السيجنال دي كلها اللي انت خدت الترم بتاع مين؟ بتاع السكيل فدي هسميها مين؟ واي 2 اوف كي هتبقى بكام؟ واي 2 اوف زد واي 2 اوف زد دي الدلاله ده ايه؟ واي 1 اوف زد اوفر اي تو صغار اي تي اللي هي الدلاله اللي فاتت طيب جميل بعد ما وصلت وعديت هنا هضيف الترم بتاع مين بقى الاخير؟ بتاع التفاضل اللي هو كي تي صح؟ يبقى كي تي مضروب فيها من سيجنال واي 2 اوف كي مش دي واي 2 اوف كي؟ الناس معايا ايه عم فاضي دي بالنسبه لزد بس نيجاتيف زد تي طبعا التي هتتساب زي ما هي نيجاتيف تي زد دي اوفر دي دي زد لمين بقى؟ واي 2 اوف زد يبقى نيجاتيف تي زد في تفاضل اي حاجه؟ اخر حاجه بقى انت ايه؟ انت وصلت لها اللي هي زد اي تو ذا باور اي تي ساين ميجا على زد سكوير ناقص 2 اي تو ذا باور اي تي ساين ميجا زد كنا عملنا فاضل الاول بس عشان الدنيا دلوقتي بقت صعبه شويه كسر يعني احنا بدانا من التفاضل الاول ان احنا ضربنا كي بعد كده عملنا البروجكتس الثانيه صح؟ اشتغل زي ما انت عايز اشتغل زي ما انت عايز عايز تشتغل من الساين دي يعني تعمل لك شيفتنج اي تو ذا باور جي حاجه اشتغل زي ما انت عايز هو دلوقتي هو عشان التفاضل بس تبقى صعبه شويه ولا اي حاجه ترجع دي تربيع تفاضل اللي فوق في اللي تحت ناقص التفاضل اللي تحت في اللي فوق سيستماتيك خالص احنا خدنا الساين اي هات ودخلنا الاي مع الاي اي تي تمام هيبقى عندنا اشتغلها باي ابروتش انا قلت قوي اشتغلها باي ابروتش انت عايزه اي ميثود انت عايز اشتغل بيه مفيش مشكله خلاص بس احنا ما بنحبش نسيب كومبلكس في الترمات فده هتظهر فيها اي تو ذا باور جي بلس ترم تاني عشان كده ما حبيتش اعمل اللقطه فانت اتعب شويه معلش في التفاضل ده طب احنا لو قلبنا العملية يعني لو فضلنا الأول بعدين عملنا فريكونسي شيفت مش هيحصل حاجة صح؟ في ناس ممكن تفكر في إيه؟ أعمل ديفرنشيشن للترم ده وبعد ما أنت عملت ديفرنشيشن تفترض إن دي بتعمل إيه؟ فريكونسي شيفت فريكونسي شيفت براحتك عادي لا أنا قصدي لو فضلنا الأول نفس ده بس فضلنا الأول مش بعدين هتفرق. عملنا فريكونسي شيفت مش هتفرق توصلك نفس النتيجة الترتيب مش بيه مش هتفرق الترتيب بس المهم تمشي صح صح
مش كده؟ المهم انك تمشي صح. يعني انت لو عملت ده مع ده كده سميت مثلا يعني في الاول دي وليكن اكس 1 بعد كده اكس 2 بعد كده دي مع دي اكس 3 بعد كده الاخيره تبقى الاكس ذات نفسها وتمشي السيكونس كده وتطبق البروبرتيز بتاعتك على كل ايه؟ على كل واحده من الاربعه. اخر مساله عشان نخش على الجروب بلوك الترتيب الغبي ده الى 1 9 8 بس فرق ما بين الواحد والاثنين. اه بقول لك عايز تزيد ترانسفورم حاجه زي كده نجيب لك فانكشن الاول. اول حاجه تعمل ايه؟ فانكشن تستخرج ده فانكشن تستخرجها زي ده فانكشن نقول بقى ده فرض مستقيم يو اوف تي. طب تعالى كده نشوف مع بعض هي اسمها اف صح؟ اف اوف تي ايكوال ربع تي سلايس فانكشن دلتا مين؟ هي ربع تي دلتا اللي ورا على دلتا ليس هي ربع تي ربع تي في الانترفال بكام لكام؟ من 0 ل 4 من 0 الى 4 ومن 4 الى ما شاء الله 1 هتبقى خطوطها بكام؟ ب 1 صح كده؟ اتفقنا ان انا في السيجنالز ما بعملش كده بنحول دي لايه؟ رود ستيبس يعني ده تبقى كام؟ ربع دي وتحول لي الانترفال بتاعك يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص 4 ودي هتبقى ايه؟ زائد مين؟ زائد يو زائد 1 في كام؟ في تي ماين تي اكبر من 4 اللي هي كام؟ يو اوف تي ماينس 5 يو اوف تي ماينس 4 4 مظبوط؟ ماشي بس معايا ولا تاني حولنا الانترفال دي مش دي اللي كنا قلنا عليها بالص فانكشن؟ فانت ضربت الربع تي بتاعتك في البالس فانكشن اللي هي في الجزء طب وفي البولز في الجزء ده كله اللي هي من اول الاربعه لغايه ما لا نهايه دي اللي هي مين اصلا؟ يو تي ماينس 1 ويو تي ماينس 4 ضربتها في كام؟ في الامبليتيود بتاعت اللي هو صح كده؟ بعد ما تعمل كده تعمل ايه بقى؟ تعمل ديسكريتايزيشن الاكس ستار اوف تي هتبقى كام؟ ربع كي تي صح؟ اه انا بعمل سكريتيزيشن اهو ودي تبقى كام؟ كي تي ماينس يو اوف تي تي ماينس 4 كي تي ماينس 4 اما تخيل ان هي 4 تي تسيب المواضيع المفروض ان هو بيقول لك السامبلنج انترفال قد ايه؟ بمعنى ان ركز بقى معايا في اللقطه دي لانها مهمه جدا. الاربعه ده هو كونتينيوس تايم صح؟ انت عامل تي ماينس اربعه فاربعه ده بالنسبه لك حسب التي اللي هي الصغيره اللي هي السمول تي اللي هي كونتينيوس تايم. فدي المفروض بتساوي نمبر اوف سامبلز ركز بقى معايا في الجزء ده مهم جدا جدا جدا. شوف وهيجي لك في الامتحان بنسبة كام يا باشمهندس؟ بنسبة 99.9 نفس المسألة يعني؟ نفس المسألة نفس الفكرة دي حاجة زي كده هتجي لك في الامتحان أنا مش عارف ليه ركز بقى معايا في الكلام الحتة بتاعت الشيفتنج دي. طب الأربعة دي المفروض إن هي مقدار من الشيفت بيساوي كام؟ بيساوي فاليو مضروبة في السامبلنج مين؟ السامبلنج انترفال. بص بقى اللي جايه بص اللقطه اللي جايه دي صوت صوت هديك كذا فاليو وندسكاس مع بعض ايه في كتير مثلا واحد مش هزعلك في كتير واحد سبعه يبقى اذا الام بكام؟ باربعه اللي يتحط هنا هو ايه يا باشمهندس؟ صح؟ يتحط هنا ال في كابيتال تي زي ما اتفقنا هو احنا قلنا هنشيل الاربعه ونحط مكانها ام تي نمبر اوف سامبلز مضروب في مين؟ او نمبر مضروب في كام؟ في تي. حلو جدا. طيب الام باربعه احنا طبعا عارفين لو انت شلت لو انا عايز اشتغل
لو عايز اشتغل بسامبلنج اندكس فقط هشيل كل الاتجاهات اللي فين؟ لا ما اديلوش هتشير دي اصلا كده كده تبع هتشيل كل الاتجاهات اللي جوه مين؟ الفانكشنز اللي هتحصل يعني مثلا دي كده اللي هي اف ستار اوف تي دي اللي انت بتكتبها دي انا بقول تاني ركز في الكلام ده لان الناس بتتلخبط فيه اف ستار اوف تي هي اف اوف كي كابيتال تي صح كده؟ هي دي اللي احنا لسه كاتبينها هي اوف كي تي احنا قلنا التي ده بالنسبه لك هو كونستنت اللي بره ده ده رقم يعني مضروب في كام؟ يو كي اوف تي ماينس انا بكتبها تاني عشان اقول لك الاف ستار دي هي الاف اوف كي تي ممكن اشيل التي دي من هنا لو خليتها اف اوف كي بس اذا فانكشن في مين دلوقتي؟ سامبلنج اندكس بس تبقى ربع كي تي تقول لها يا شمس انت المفروض تشيل التي دي اقول لك لا لان ده ثابت ده ثابت معاك لكن تشيل لي اي تي من جوه مين؟ من جوه من قبل الفانكشنز نفسها فيبقى دي الوايف كام؟ يو اوف كي ماينس يو اوف كي ماينس ال ان باشمهندس معلش ليه ده انا شلت الكلام كلها اللي في ده ده كونستنت ده رقم رقم ما هو اللي جوه دول برضه ارقام يعني ماشي التوب لا اللي جوه ده از فانكشن في سامبلنج حاجه اسمها سامبلنج اندكس يعني ايه سامبلنج اندكس يعني مثلا يعني دي كده فانكشن عندك في كونتينوس تايم عملت لها ديسكريتايزيشن وليكن بمعدل نص ثانيه انا كل نص ثانيه باخد سامبل كده افترض معايا كده عند الواحد عند الواحد ونص عند الاثنين عند الاثنين ونص انا صغر فانت بتقول ايه هنا صفر نص واحد واحد ونص بتقول لي ازاي يا باشمهندس معلش انت اتفقت معانا ان الديسكريت هو انتجر نمبر ازاي انت كاتب لي دي ارقام كده دي اللي هي كيف التي فانت لو شلت لي التي اللي هي النص هتبقى دي صفر واقسم ده على نص اقسم ده على نص اقسم واحد ونص على الاثنين اسف اقسم واحد ونص على نص يديك ثلاثه ام سوري يبقى الاولانيه دي اذا فانكشن في مين؟ في الكي تي واللي تحت دي فانكشن في مين؟ في الكي بس خلاص كده؟ طب يا باشمهندس انا عملت اللقطه دي ده بقى ده ايه؟ ده ترم امبليتيود طب المفروض الترم امبليتيود افكت بحاجه زي كده؟ لا يعني الامبليتيود بتاعي ده المفروض ان هو ما يتاثرش بالعمليه اللي انا عملتها فاهمين يا شباب؟ يعني تحافظ على نفس الامبليتيود بتاعك اهو تي تي لكن اللي جوه كتركنات اشيل منها التي الاهم الاهم جزئيه واهم نقطه لو الام باربعه فتعالى نمسك الترم بتاع اليوكي ماينس ام ده وده عامله العامل الكلام لاي سجن عامل الكلام لاي سجن لو الام باربعه هات لي الزد انفرس بتاع ده هتقول ان هو ايه؟ زد ماينس كام؟ ماينس 4 زد ناقص 4 في كام؟ زد على زد ماينس 1 في زد على زد ماينس 1 مش كده؟ او اللي هي زد ماينس ام صح؟ بس لازم الام ده يكون ايه؟ دي اهم بقى لقطه انتجر كده دي اهم جزئيه لازم ده يكون ايه انت جرنا لان انت ما ينفعش انك تعمل شيفتنج مش حاجه اسمها شيفتنج بالنص سنه يعني ده مثلا يعني ما ينفعش هنتكلم دلوقتي يبقى ده زد كام زد من الصوره تعالى عند ال تي بص بقى معاك ال تي مثلا ب 8 يبقى زد ام بكام بنص فيش كلام يعني ده معناه ايه؟ عشان نفهم الكلام مع بعض. انك انت هنا قلت شيفت ماينس 4 صح؟ والسامبلنج انترفال انت بتشوف لقطات كل كام ثانيه؟ كل 8 ثواني، فانت عند اللحظه صفر شفت لقطه. وعند اللحظه اللي بعدها كام؟ شفت
8 وبعد كده 16 وبعد كده مش عارف ايه. طب هل اللي في النص انت شفته؟ لا. الاربعه اللي شفتها؟ لا. اذا لو انا جيت قلت لك بقى ساعتها هات لي اليو كي اوف ماينس ام دي وجيت انت جبت لها الزد مفيش حاجه اسمها زد تو ذا باور نيجاتيف هاف. غلط. مفيش حاجه اسمها كده. يو اوف كي ماينس ام في الحاله دي بالذات تكون بتساوي مين؟ اليو كي زد نفسها. حد فاهم حاجه؟ هتنجلكت اللي نجلكت الشيفت ده ليه؟ دي كانها ليه كده؟ انا افترض كده 0 8 كام؟ 16 بعد 16 كام؟ 24 25 دي اليو كي زد نفسها يو كي تي خلينا يو كي تي. جيت انت عايز تعمل شيفتنج من الفرق دي 4 صح؟ اللي هو ام تي. احنا اتفقنا ان احنا لو شلنا ده كده انت بتعمل شيفت قدام ال ام دي بكام دلوقتي؟ بنص. وخلينا دي معلش اذا فانكشن في مين؟ في ال خليها بدل يو بي تي خليها يو بي بس 0 1 2 3 عشان تسهل عليك الدنيا. وده كي وده كي تعمل شيفت من مقدار نص. هل ده ينفع تتشفط بنص ساندل؟ لو في حاجه اسمها اصلا نص ساندل؟ لا مش بشفت بقى في واحد بديسكارد اللي اصلا الشيفتنج ده كله الديسك. فما ينفعش دي انك تقول لي دي اخدي هنا عند نص تبدا من عند نص وده يبدا عند كام؟ واحد ونص. الكلام ده غلط. فهمت بقى الفكره؟ فلازم يكون ده كام؟ لازم ده يكون انتجر نمبر. طب يا باشمهندس لو ده طلع فراكشن يعني مثلا لو تجيب 6 لو تيك كام؟ 6 يبقى الام بكام؟ 0.67 لا انا عايز اخليها معلش خلي التيب اسف ب 3 يبقى كام؟ 1.3 اهي 4 على 3 مش كده؟ 4 على 3 اللي هي خليها 1 زائد كام؟ 1 زائد تلت. التلت ده تعمل فيه ايه؟ ترميه في الزباله وتاخد مين؟ الواحد بس. يبقى انت عندك اليو كي ماينس ال في الحاله اللي لو هاخد لها الزد او الزد ترانسفورم بتاعي يبقى زد ماينس 1 هيبقى زد ماينس كام؟ 1 زد ماينس 1 في الزد ترانسفورم بتاعي عادي جدا. يبقى ده في حاله ان هي كانت فراكشن بس ايه؟ بس اكبر من كام؟ اكبر من 1 وهكذا بقى. يعني مثلا لو دي مثلا 6 على 5 هيبقى 1 زائد كام؟ 1 زائد 5 فالخمس ايه؟ يطير. طب لو 2 وربع مثلا لو الام دي طلعت 2 وربع تاخد مين؟ الام 2 وتهمل الشيفت بتاع مين؟ بتاع الكسر بتاعك لان مفيش زي ما اتفقنا ايه؟ مفيش كسور في الشيفت. تسيبا من الامور هنا عشان هو ما حددش السامبلنج انترفال انا بس النقطه دي لانها كانت ودي هتيجي هيجي لك حاجه زي كده غالبا انا الدكتور بيحب دي شوفك فاهم ولا لا. نرجع تاني للكلام هنسوم ان هنا يعني التبسيط هتبقى هاف كي تي يو كام بس هو لازم يحدد لك السامبلنج انترفال زي ما قلنا عشان يحصل الكلام ده ورا ما حددلكش خلاص اعتبرها ان هي كده. هنسوم ان التي بتاعتي بكام؟ واحد. انا عملت اسامبشن ده عشان اسهل عليه بس. يبقى الكلام كده بلس كام؟ يو في كام بقى؟ في كي ماينس 4 كي ماينس. طب الكي دي لو كانت بنص يبقى الام كام؟ 8 8 يبقى دي كي ماينس كام؟ ماينس 8 كي ماينس 8. حد فاهم حاجه؟ تاني لو تي دي بنص فانت هتروح تحسب الام
تاخد الشفت بتاعك من الاربعة ده اهو تقول الاربعة بتساوي ام في نص اللي هي ام في التي بتاعك اللي هي نص وتروح تحسن مين الام الام هتطلع بكام بتمانية دي تحط هنا كام دي ماينس تمانية طيب خلينا نكمل كلام اخد الزد ترانسف من التعداد اللي هو واحد على اربعة سيبك من الترم بتاع الديفرنشيشن هات الزد ده هات الزد بتاع ده هو كام زد على زد ماينس 1 ناقص زد ماينس 4 لمين زد على زد ماينس 1 وزد ترانسفورم بتاع ده هو ايه برضه نفس الكلام زد ماينس 4 زد على زد ماينس بس الترم ده كده انا خدت الزد ترانسفورم بتاع مين في اللي جوه الاول بعد كده خد لنا الايفكت بتاع مين بقى بتاع كي بتاع كي يعني ايه الايفكت بتاع كي يعني ده المفروض ان هو يكون ربع والتي دي بره صح كده نيجاتيف زد دي اوفر دي زد تمام ده بس الكلام ده كله صح كده تمام حد فاهم حاجه دي ما ينفعش وتعيش بقى مع نفسك